بنمثل النهاردة بنحلم لبكرة. عودة مرة أخرى ومعانا فضيلة الشيخ العالم الجليل الشيخ خالد الجندي. السلام عليكم. مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد الجندي وصل بقاله بالظبط 7 ثواني. الناس اللي ماسكين الطلبة دول يا حاج محمود الله كنت حافت أكون واقفين برا؟ اه والله. كنت حافت على الهوا أنا لوحديكم كده. وقعد مرة حصلت لي في الإم بي سي كنت قاعد وكان الشيخ خالد الجندي برضه هو اللي جاي لي وتأخر. فرحت فاتح الهوا وخدت برد. لا خدت برد نمرة واحد نمرة اتنين قعدوا يسألوني في الفتاوى وقعدت أجاوب. وبعدين لما جه الشيخ خالد سألته ومشي الحال قال لي ماشي الحال. فجبت معاه الشيخ خالد ورقة خبر منشور في مصر اليوم النهارده 1200 طالب راسبين في مادة قانون دولي خاص بحقوق عين شمس. كتير قوي يعني. 1200 طالب كتير. 1200 طالب سقطوا في مادة قانون دولي خاص زي مذبحة المماليك كده. فأرجو نرجو نرجو التحقيق في هذه المسألة. 1200 طالب وقفوا واقف بعضهم على باب التلفزيون قبل الشيخ خالد الله يعطلوه مسكين والله يا حاجة. 1200 طالب سقطوا في مادة واحدة مادة قانون دولي خاص بجامعة عين شمس. الأمر يحتاج إلى النظر من السيد وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال لان المساله دي ما تعديش كده. لازم نعمل تحقيق ويمكن يكون لي حق الدكتور. يجوز يجي لي حق يجوز بس يعني طبعا يعني مش منطقيه مش منطقيه ابدا. يعني 1200 طالب اسقطوا يعني ما تجيش ما تركبش في الدماغ. فبالتالي لابد من التحقيق في الحكايه دي. تشوفوا ايه الحكايه وايه الدكتور الماده ويجيبوه ويشوفوا ال 1200 طالب دول يشكلوا لجنه يشكلوا حاجه. وبعدين من يسر عن مسلم من يسر الله عن ورب الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ما هو اولادنا دول انت انا عين الحاجات دي للاسف الشديد الناس بتتعامل معاها على انها موضه قديمه. ليه تسليط يعني انا بحس يعني ان الطلبه دول بيتعرضوا كل انواع الطلبه مش دول بتحديدا يعني بيتعرضوا لنوع من انواع ال 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 التنكيل او ال او التصعيب او يعني لماذا لا نيسر الاسئله؟ لماذا لا نيسر؟ ما شاء الله من عارف ليه التلغيز؟ انا عاوز اقول بس ليه التلغيز في الحياه؟ بحس ان احنا يتحول الطالب لفريسه لواحد. المشكله كمان يا شيخ خالد ان الولاد ما بيتعلموش حاجه. الولاد بيحفظوا شويه حاجات يخشوا يحطوه في الامتحان ويخرج كما ولدته امه مش فاكر حاجه خالص. انا من ضمن الطلبه دي اللي خرجنا من الجامعه كده كنا بنخش نحفظ ونقول الكلمتين ونخرج وبتقدير وبجيد وبامتياز وكل حاجه. مجرد ما تخدش الكلام اللي مكتوب في المذكره ولا في الكتاب مش الحال. انما تطور على طالب بقى متعلم بجد يعرف يبحث يعرف يعمل حاجه يتعلم حاجه في الجامعه. احنا ما كانش لينا عذر. الطلبه دولت الى حد ما اديك شايف 20,000 فضائيه و35,000 موقع على النت و36 مليون ماتش كاس عالم. فدولت الملاهي في عصرهم كتير قوي ضغط جامد. ده لما الطالب يذاكر فيهم يبقى ولي من اولياء الصالحين ضغط جامد. فاحنا مش الحل بالمنظومه التعليميه ان احنا نصلحها على حساب الطالب ان الطالب اللي يدفع فاتورتها بنوع من الالغاز. ده صحيح يا تيسير ودول ولادنا هو ده المنطق اللي بنتكلم عنه يا شيخ خالد انه الناس يعني تاخذ من الاسلام الشكل لكنها لا تاخذ الجوهر للاسف بعضها. أيوة يعني بعضها. أيوة الا من رحم ربك يعني. الناس تاخذ الشكل ودي قضيه مهمه جدا يا شيخ خالد انه الناس بقت سطحيه في التعامل مع الدين. يعني هو حجاب يعني هو جلابيه يعني هو دقن يعني هو صلي في الجامع يعني هو تزكي ولكن هو ده مش صلب الدين الاسلامي. يعني انت كنت قلت لي انه وكان معانا الدكتور سعد الهلالي انه الدين المعامله دي صلب الدين. يعني صلب الدين المعامله بين البشر. مش بس السلوكيات. يعني السلوكيات مطلوبه ده مناسك مطلوبه جدا اساسيه لكن سلوك الفرد وفضل الشيخ خالد ده انا هقول لك عليه الحته المهمه انه ال- 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 الشكل الخارجي للصحابه ما اتغيرش كتير عن فتره الجاهليه. كنا هنتكلم على غش يا عماد. فتره الجاهليه كانوا ناس عندهم تقاليد وعادات وتقاليد. جه الاسلام ابطل بعضها وابقى بعضها. المهم ان هم الصحابه دول رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين ما حصلش عليهم اي تغيير. نفس الجلباب اللي بيلبسوه نفس اللحيه اللي هم مربيينها بالظبط نفس العمامه اللي هم لابسينها نفس الفرس اللي بيركبوه نفس السيف اللي شايلينه نفس الحرب والجهاد وكده. هم بيحاربوا وجهادوا هم بيحاربوا قبل وان كانت حروف قبليه قبل ما يجي الاسلام. فاللي طرأ عليهم ايه بينهم وبين بعضهم هي سلوكيات التعامل الخاص بينهم وبين بعض اللي جابها الاسلام اللي هي
تأكيد حرمة الجار، تأكيد حرمة الطريق العام، تأكيد حرمة المال العام، تأكيد حرمة الكلام ده احنا بنقول مصطلحات حديثة. انما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقول حافظوا على المال العام، الرسول ما بيقولهاش كده. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول مثلا ان كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، وربنا بيقول في القرآن ومن يغلو ليأتي بما غلى يوم القيامة. ويجي الاسلام يروح حاطط نظام عجيب قوي يقول لك ان المحرم دوت نوعين اتنين، يا اما محرم لذاته يا اما محرم لغيره. محرم لذاته يعني ايه؟ يعني مثلا لحم الخنزير عندنا في شرق الاسلام، الخمر حرام ليه؟ محرم لذاتها تمام، انما محرم لغيره. يبقى المال، المال ممكن يكون حرام على واحد حلال للتاني. لو واحد ارغم، لو واحد مثلا لو انا خدعتك في بيع وشراء، لو انا خدعتك انت دفعت المال عشان تشتري الكوب ده، المال ده حلال اللي انت دفعته بالنسبة لك حلال والسلعة حلال، اما بالنسبة لي انا خدعتك في هذه السلعة يبقى انت خدت فلوس حرام، يبقى هذا المال بقى حرام على واحد حرام على التاني، ادي حلال على التاني او حلال على التاني. مرة يبقى حرام على الاثنين، مرة يبقى حلال للاثنين. شوف ازاي نفس المال، هو نفس المال. يبقى الرشوة كمثال، الرشوة ممكن انسان يرغم انسان ويدفعها الرائش اللي بيدفع الرشوة ده وهو مكره وهو مضغوط وهو في حالة من حالات الألم والمرارة والحسرة، ولا حول له ولا قوة، فبتبقى حرام على المرتشي اللي قبض هذا المال، وبالنسبة له دوت معذور، مش هنقول عليه حلال، هنقول عليه معذور لهذه الشبهة. لكن عموما في يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح هذه المسألة بشكل واضح، وبقول لك إيه، الناس في أموالهم أربعة، الناس أربعة أصناف. أيوة، رجل اكتسب ماله من حرام وأنفقه في حرام، ربنا معاه ده خلص جابه من حرام وأنفقه في حرام فهو في النار خلاص. طيب خلاص انتهى، ده ما هو واضح جايب من حرام وأنفقه في حرام مشي ده خلاص. التاني بقى رجل اكتسب ماله من حرام وأنفقه في حلال، إيه بقى ده؟ نشوف النار برضه. طبعا برضه. يعني هل الغايه تبرر الوسيله؟ هل ربنا امرنا ان احنا نرتشي علشان ناكل عيالنا، نسرق عشان ناكل عيالنا؟ يعني واحد يتاجر في المخدرات ويتصدق ويفتح مساجد ويبني مساجد ويتاجر في المخدرات، اهو ده بقى يعني غسيل الاموال المستتر اللي بيغسل امواله، وعلى مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. يحاول يتقرب الى الله بمال حرام. المال الحرام ده محسوب عليه وزره ومش مكتوب له اجره، محسوب عليه وزره ومش مكتوب له اجره. ده برضو. فالتاني ده الواحد جاب مال من حرام صرفه في حرام، ده مع السلامة. ده اول صنف مش سلامة يعني، ما توكل على الله. واحد فلوسه حرام بيصرفها في الحلال برضو في النار، في النار، لانه منبع المال ومصدر المال فهو حرام. مش هقولك يا رب اصلا انا صرفته في الحلال اديني فتحت بيوت، ما هو بيقولوا كده على بعض الاعمال الشريره او بعض الاعمال المنافيه للاداب، يقولك ده فاتحه بيوت، دي بتاكل، دي بتجري وراكم لحم، دي مش كده اللي بيحصل؟ شقيانه والله يا شيخ، شقيانه شقيانه والله. وبتقول لك انت عارف انا فاتحه كام بيوت؟ يا شيخ مالك حق يا شيخ، انت بتتعب يا شيخ والله. هو بيتعب والله قوي يعني برضو التجاره في المخدرات وال ده صحيح والرشاوه وال فاتحه بيوت برضو. مش بس هي اللي فاتحه بيوت دي سهله، بيوت ولا لا؟ اللي فاتحه بيوت دي سهله، دي احنا عارفينها. المشكله اللي قاعدين في الاصول ومش عارفينهم. مش عارفينهم، ده صحيح. فهي دي مشكله رقم اتنين. التالت بقى، التالت رجل اكتسب ماله من حلال وصرفه في حرام وانفقه في حرام. طب ونكله برضه مع السلامة. انت يعني فاضل واحد بس، فاضل واحد بس اللي هو الرابع. يبقى الاولاني خد ماله حرام وصرفه في حرام، ده ما يلا خلاص. واحد ماله حرام صرفه في حلال برضه في النار. واحد ماله حلال وانفقه في حرام، انفقه في الحرام فهو في النار. دول ربنا معاهم. يجي واحد يقول لك انت بتحكم ازاي بس انه في النار؟ مش يمكن طبعا المضطر والمكره والكلام ده، مش بتحكم، مش احنا مش بنحكم، ده قول سيدنا. بالظبط كده، واحنا اللي بنحكم. وبعدين مش كده وبس، احنا بنقول بنثبت الحاله استثناءاتها النادره بدخل مع ربنا بقى، كل واحد بقى وربه، كل واحد خاص بايه بما قدمت يده. طب في سؤال هنا في النقطه دي، اتفضل. اذا اكتسب ماله من حرام، ايوه،